يا حماة الحمى ألم ألم لمشي الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن يمشي الكتيبية. هذه شركة كتيبية سيدي هذا تراب الدولة ماخذوا رؤوف الكاتب بنيانو ماخذوا 216 هكتار. شوفوا فاتورات الضوء نتاعو قداش تجي اللي احنا دين اما انبوبة تجيب 100,000 هو هاو زيروات تفرجوا موال الشعب كيفاش حتى ستاك تاك زادة في موال الشعب والظلم والاستبداد زادة. شوفوا يا عباد اللي احنا نخلصوا في الفلوس وهما حتى الضوء مش يخلصوا فيه. شوفوا زيروات يا عباد ربي. شوف اللي احنا في دار قالوا بتاريخ تو انبوبة جينا في 100,000 وهما شنو ربي. شوفوا يا عباد ربي يا عباد ربي ناس انبوبة جاها في 100,000 في 150,000 وتوصلوا 200,000 واللي هو عنده واللي عنده سنتاجات و260 كتار برتقال وضو وسنتاجات وتجي في زيروات. شوفوا يا عباد ربي شوفوا الظلم واستاك هما السبب. ثم ملاحظه اللي باش ما تدوش لاحظوا كل شيء. ثم ملاحظه باش بتلاحظوا اهم فاتورات زوز فاتورات فر تاريخ باش ما تقولوش معناها كل فاتورة وحدها ولا حاجة معناها فرد فرد تاريخ الزوز بتاريخ 5/3/2009 والفاتورة الأخرى كيف نفس الدات. وشوف معناها عنده فوق 190 غادي يشوف شوف الأداءات قداش الأداءات 190 من بعد توليو في الأصفار. عليه هذا الشيء علاش الشعب التونسي قاعد يدي في الفلوس هذه حرام وهو معناها كله على ظهوراتنا. هذا يقولوا الشعب التونسي وين الشعب التونسي الله اكبر.
بقاش 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 هذه بلاصه كانت اسمها التجمع، ما عادش تجمع. تاع الشعب ولد حكيناه، نادي الشعب زاد حي النور كان شفتوه في الجزيره.